بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع أولا ما أخذنا بالأمس ثم نبدأ بالدرس الجديد إن شاء الله تعالى. تقدم معنا بالأمس أن ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه منقبة لهذه الأمة. نعم، قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم، ذكرنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مكان الحوض وصفة الحوض ومن يشرب من هذا الحوض، وأن الجزاء من جنس العمل. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، وتقدم معنا أن الشفاعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الشفاعة العظمى. نعم. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وقلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يركز على هذا الباب، لأن الخلل كان في زمن المؤلف رحمه الله تعالى أكثر ما يكون في هذا. نعم. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديره، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم، علم وكتابة ومشيئة وخلق. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله، المتوفى سنة 21 و300 للهجرة: والعرش والكرسي حق. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وأطال في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، يقول ذكر العرش والكرسي.
العرش هو سرير الملك والكرسي هو موضع القدمين. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا مثل استواء المخلوقين. لكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، كأن يظن أن السماوات تقله أو تظله أو تحيط به، كذلك العرش. فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فالله سبحانه وتعالى غير محتاج لا للعرش ولا للكرسي ولا لغيره. نعم، لكن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. نعم، قال وهو مستغني. قال والعرش والكرسي حق. نعم، خرج بهذا من ينكر أو يقول أنه مجاز. نعم، وهو مستغن عن العرش وما دونه، مستغن عن كل المخلوقات، وكل المخلوقات مفتقرة إليه، ولا يمكن أن هذه المخلوقات أو العرش أو الكرسي تقل الله سبحانه وتعالى أو تحيط به. نعم، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، ولا يحيطون به علما. نعم، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، الخلة أعلى درجات المحبة، ودرجات المحبة الثابتة لله سبحانه وتعالى ثلاثة: المحبة يحبهم ويحبونه، لكن ليست المحبة كالمحبة، ولا الود كالود، ولا الخلة كالخلة. وأعلى من المحبة الود. نعم، وأعلى درجات المحبة الخلة، لأنها تملك سويداء القلب. وقلنا فيما نعلم أن الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. واتخذ وكلم الله موسى تكليما. ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. يقال في حق موسى عليه الصلاة والسلام أنه كليم الله، وليس معنى هذا أن غير موسى عليه الصلاة والسلام لم يكلمه الله. نعم، قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، واحدة واحدة. الملائكة نؤمن أنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح روح القدس وأجساد، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، وعقول لأنهم يسألون ويجيبون. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: من قال أن ليس للملائكة قلوب وعقول فهذا أحق أن يوصف بأنه لا عقل له. نعم، والقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، هذا إثبات أن لهم عقل. نعم، الملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نؤمن كل الملائكة إجمالا، وبما علم من الله سبحانه وتعالى من أسمائهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وصفاتهم: لا يعصون الله ما أمرهم، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأرباع. وأعمالهم: كجبريل عليه السلام موكل بالوحي، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا: آمنا وصدقنا وسلمنا. الملائكة والنبيين، النبيين هم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة، وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبما علم من الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم، والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، والأخبار التي جاءت عنهم: أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب كافر. نعم، والكتب، الكتب نؤمن بأنها كلام الله تكلم بها حقيقة، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا،
وبما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب. مما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، قال الكتب المنزلة على المرسلين، لا قلنا أن الله سبحانه أنزل على كل رسول كتاب منزلة، فيها إثبات أنها كلام الله منزلة غير مخلوقة وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله والعرش والكرسي حق، لما ذكر المصنف العرش والكرسي الذي هو بين يدي العرش ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، حتى لا توهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى شيء من مخلوقاته. نعم، وهنا لا يقال في حق الله. نعم، كما قال قد يتوهم متوهم هذا، كما قال تعالى: هو الغني الحميد. نعم، الغني ذو الغنى، نعم، مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. نعم، ليبين سبحانه أن خلقه للعرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. نعم، علمنا الحكمة أو لم نعلمها آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم، ثم علم أن الاستواء على العرش إنما حصل بعد خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب لا لمجرد العطف، كما قال الناظم: قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه ومن علمه لم يخلو في الأرض موضعه. وأما معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن فهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، كما ذكر ذلك ابن القيم. إذا عد الاستواء بإلى، إذا عد الاستواء بإلى هذا معنى على واستقر وارتفع فوق. نعم، عدي بعلى ولا عدي بعلى. نعم. طيب، ثم استوى إلى السماء أي قصد، ولما بلغ أشده واستوى أي كمل في الخلقة، مفهوم؟ هذه ثلاثة المواضع وردت في القرآن، إما أن يكون الاستواء معدى بعلى الرحمن وعلى العرش استوى، مفهوم؟ نعم، على ما سيذكر المؤلف. والثاني معدى إلى أي قصد، لكن عندما تقول ثم استوى إلى السماء قصد، تقول مع ثبوت استواء لله سبحانه وتعالى في الأدلة الأخرى، لأنه قد يتوهم متوهم أنك بهذا تنكر الاستواء، مفهوم؟ نعم. وأما معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن فهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، كما ذكر. نعم، ذلك هذا المعنى، وإحنا قلنا أن المعاني معلومة. نعم، نقول هذا معنى الاستواء، ونثبت لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي لقشرة عظمته الأماثل استواء المخلوقين، ويصان الله سبحانه وتعالى على الظن الكاذب، مثل أن يظن أن العرش يحيط بالله سبحانه وتعالى أو أن الله مفتقر له. نعم، كما ذكر ذلك ابن القيم بقوله: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، منها استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن. نعم، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، من البهتان. استوى عندهم، عند أهل الباطل استولى، نقول هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومخالف أيضا للغة. ثم لو كان استوى بمعنى استولى، هذا معناه أن لله مغالب ولا يمكن أن يقال هذا. نعم، وسيذكر هو رحمه الله تعالى ابن القيم أن اليهود أمروا بأن يقولوا: ها، حط عنا خطايانا، أي اغفر لنا خطايانا، فقالوا حنطة، زادوا النون. والجهمية أمروا أن يثبتوا الاستواء لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، فزادوا استولى، زادوا اللام، فشابهوا اليهود في هنا زيادة النون
هنا زيادة اللام. قال قال والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نعم يعني زادوا هنا وزادوا هنا. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نعم كل من استقبل القبلة استقبل قبلتنا نحكم على ظاهره بالإسلام. كل من صلى واستقبل القبلة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول نحكم على ظاهره والله أعلم بسريرته. فطريقة أهل السنة والجماعة أننا نحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. فمن كان من أهل القبلة يعني استقبل القبلة يعني استقبل مكة للصلاة، أما من استقبل غير مكة هذا لم يستقبل القبلة أصلا. نعم فنحكم على ظاهره نحكم على ظاهره بالإسلام. فإذا مات غسلناه كفلناه وصلينا عليه ويدفن مع المسلمين. أما إن مات على الكفر نعامله على ظاهره أنه مات على الكفر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له ويدفن نسأل العافية والسلام مع الكافرين. ونعامل الأولاد معاملة الآباء فأولاد الكفار نعاملهم كما نعامل الكفار. الله سبحانه وتعالى يبعث لهم يوم القيامة من يدعوهم من الإسلام أسلموا دخلوا الجنة وإلا نسأل العافية والسلام. نعم فكل من استقبل القبلة نحكم على ظاهره بالإسلام يعني لا نكفر أهل الإسلام إلا بيقين. نعم قال العلامة ابن مانع رحمه الله الشهادة بالجنة وبالنار نحن لا نشهد نحن نحكم على الظاهر والله أعلم بالسرائر. أما الشهادة بجنة أو بنار فلا نحكم لأحد بعينه أنه في الجنة أو في النار إلا لمن شهد له الله سبحانه وتعالى أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اتفاق مفهوم. نعم عندنا أمر زائد هذا يقوله بعض العلماء لم يتفقوا على هذا الزائد وهو أن من شهدت له الأمة بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية هذا نشهد له بالجنة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت وجبت. لكن هذا القول قلنا لم يتفقوا عليه اتفقوا على الأول. نعم قال العلامة ابن مانع رحمه الله قوله وله بكل ما قال وأخبر مصدقين وليس التصديق والاعتراف فقط كافيين في الإسلام والإيمان اللذين أمر الله ورسوله بهما. وسيأتي معنا في تعريف الإيمان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم فالإسلام الإشكال عندنا كل الإشكال دائما في التعاريف اللغوية والتعريف الشرعية. يعني نأتي إلى تعريف التوحيد لغة إشكال وهناك من يرد كذا. فنحن تعبدنا الله بماذا؟ بالشرع. إذن نمشي على التعريف الشرعية ونرتاح. الإيمان لغة إشكال وكل ما يأتي تعريف يرد عليه. أترك التعريف هذا لأننا نريد التعريف الشرعي والحمد لله رب العالمين. نعم قال فالإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة هما المذكوران في حديث جبريل المشهور عليه السلام المتضمن للتصديق والإقرار والعمل. نعم